له المري على الفوز والناموس بالمركز الأول في هذا الشوط وفوز مزنة. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملاء على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، وانطلاقة شوطنا هنا أيضا السابع في مجموعة الأشواط، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. الشوط السابع الخاص هنا أيضا بزمول المحليات الأصايل لأيضا أبناء القبائل في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع معكم هذه الانطلاقة، نتابع الصدارة، نتابع شاهين لمحمد بن حارب بالعجيد لقتبي من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني الحذر ناصر بن عبيد بن سلطان بن فاضل لقتبي من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الوصلاوي وصل هنا مع عاشق الوصل من أتى مطر بن راشد بن مطر الجابري من وصل على المركز هنا أيضا الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع يأتي سراب لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي من ينطلق في هذه اللحظات هنا بهذا الأداء المميز الجميل على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصل شاهين يا أبو راشد، وصل شاهين لخلفان بن محمد بن خلفان لغفلي من يأتينا على المركز هذه اللحظات هنا أيضا الخامس. وفي المركز السادس شايم يأتي على المركز السادس لمصبح بن قلفان بن مصبح الكيبالي من يأتينا بشايم على سادس المراكز. المركز السابع علي منصور بن علي بن مصبح بالخصم ليكتبي من ينطلق في هذه اللحظات هنا على المركز هذه اللحظات السابع. بينما المركز الثامن سراب، في المركز الثامن لسعيد بن عتيق بن فترة الرميثي من يأتينا بهذه الانطلاقة والوصول هنا من مشهور لسعيد بن سيب بن معضد المشغوني. ويأتي شاهين ناصر بن بخيت بن علي العامري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا الوصلاوي من غير، الوصلاوي من غير على الصدارة، غير على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الوصلاوي هنا لمطر بن راشد بن مطر اليابري من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني هناك يأتينا الحذر لناصر بن عبيد بن سلطان بن فاضل لقتبي ويتسلل في هذه اللحظات. وصل شاهين خلفان بن محمد بن خلفان لغفلي من يأتينا على المركز هذه اللحظات الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والانطلاقة على المركز الرابع في هذه التحديات والإثارة على المركز الرابع يأتينا بالخصم هنا في هذه اللحظات مع علي منصور بن علي بالخصم لقتبي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين محمد بن حارب بالعجيد لقتبي من ينطلق هنا أيضا بهذه اللحظات بهذه التحديات والإثارة
هنا الوصول من قبل شايم المصبح بن غلفان بن مصبح الكيبالي من ياتينا سادسا، وفي المركز السابع سراب، في المركز السابع لسعيد بن السهيل بن حميد الدرعي من ياتينا سابعا، وفي المركز الثامن مشهور سعيد بن سيب بن معضد المشغوني يصل هنا شاهين ناصر المخيط بن علي العامري، وعاشر المراكز سراب لسعيد بن عتيق الرميثي من ياتي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل الانطلاق، وقطعنا 4 كيلومترات في هذه التحديات والإثارة. هنا الصدارة، وعالي من غير على الصدارة، عالي هنا منصور بن علي بالخصم نجتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني والانطلاق على ثاني المراكز في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات هنا في هذه اللحظات. ياتينا بهذا الأداء المميز المركز الثاني الوصلاوي، في المركز الثاني الوصلاوي مطر بن راشد بن مطر اليابري من ياتي على المركز الثاني هنا مع حزام الغابات، مع حزام الغابات والثلاثة كيلومترات. هنا المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الآخر، هنا أيضا الوصول في هذه اللحظات هنا أيضا، والتسلل من قبل الحذر لناصر بن عبيد بن سلطان بن فاضل لقتبي من ينطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين خلفان بن محمد بن خلفان لغفلي من ياتينا على المركز في هذه اللحظات الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس، نتأخر وناخذ المركز الخامس هنا مع بعد المغادرة للثلاثة كيلومترات يأتينا شاهين محمد بن حارب بن عقيد الكتبي، وهنا الوصول من شاهين ناصر بن مخيط بن علي العامري من ينطلق على المركز السابع في السادس في هذه اللحظات. المركز السابع، المركز السابع مشهور سعيد بن سيب بن معضد المشغوني، وفي المركز الثامن ياتي الذيب لحمد بن محمد بن سيب بن وديمة العامري، وفي المركز التاسع سراب لسعيد بن السيل بن حميد الدرعي، وفي المركز العاشر ويتسلل بدور هملول مطر بن محمد بن محيان الاقتبي. مرحبا يا ابو غيث، مرحبا يا ابو غيث، وهذه المشاركة الجميلة لهملول في هذا الانطلاق المميز. نعود الى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الانطلاق، نعود إلى التحدي، نعود إلى الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق المميز الجميل إلى المراكز الأولى مع زاوية الاتجاه.
نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، وشاهين شاهين من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. خلفان بن محمد بن خلفان لغفلي من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بهذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني الحذر لناصر بن عبيد بن سلطان بن فاضل لقتبي، وصل الوصلاوي، وصل الوصلاوي، الوصلاوي مع عاشق الوصل، الوصلاوي قادم. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، بالتحديات بالإثارة مشاهدينا الكرام، يتسلل من مركز إلى مركز. هنا الوصلاوي بهذا الانطلاق، مطر بن راشد بن مطر اليابري، أنا عاشق الوصل، يا سلام يا سلام. هنا على الصدارة يأتينا ثالثا في هذه اللحظات في هذا الانطلاق، الثلاثية، ثلاثية جميلة، ثلاثية متميزة شاهدينا ومتابعينا الكروم. المركز الرابع علي لمنصور بن علي بن خصم لقتبي، ولكن نعود، خلك هنا يا علي، خلك مع الثلاثة المراكز الأولى، مع الثلاثة المنطلقة، الثلاثة المتحدية هنا في هذا الأداء الجميل. شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، على المركز الأول لخلفان بن محمد بن خلفان لغفلي من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الوصلاوي قادم، قادم الوصلاوي، الوصلاوي هنا بهذا الانطلاق على المركز الثاني في هذه اللحظات. مطر بن راشد بن مطر اليابري من يأتينا ثانيا، وفي المركز الثالث الحذر لناصر بن عبيد بن سلطان بن فاضل، ولكن الصدارة، الصدارة مع شاهين، مع شاهين على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. خلفان بن محمد بن خلفان الغفلي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني هو هنا الوصلاوي، الوصلاوي وعيننا معك، أمانينا معك الوصلاوي، الوصلاوي. مطر بن راشد بن مطر اليابري هنا في هذا الانطلاق، هذا التحديات. الله الله، لمن الفوز، لمن الناموس، الأسماء قادمة، الأسماء قادمة، السلوم، التحديات، الإثارة مشاهدينا الكرام. الله الله، اللحظات الأخيرة، روح اللي بتروح، روح يلي بتروح هنا في هذه اللحظات. الأربعمية متر هنا، وشاهين، شاهين مسيطر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدور هذا الشوط. يا سلام التحديات، ولكن شاهين 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 اعلن الفوز، اعلن الناموس، اعلن الانتصار هنا بهذه الانطلاقه. شاهين 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 من اعلن الفوز والناموس والتحدي والاثاره. خلفان بن محمد بن خلفان الغفلي على الصداره على المقدمه على المركز الاول، تهانينا والناموس، تهانينا تهانينا على هذا الاداء الجميل لشاهين. لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس، تهانينا. المركز الثاني، من أتانا على المركز الثاني؟ شاهين محمد بن حارب العجيد. المركز الثالث وصل هنا أيضا هملول في هذا الانطلاقة، في هذا التحديات الجميلة هنا والإثارة، ناصر بن بخيت بن علي العامري. وفي المركز الرابع هناك دخول جماعي، هذا الوصلاوي من أتى رابعا لمطر بن راهد المطر اليابري، والبقية مشاهدينا الكرام.